خليته ذم كان يفهم يوم زل عندهم بخرج بيه. ما خرجناش. لازم يخرج بيه. في البلدية ولا عندهم هما. قياء زوجة قويسي عبد العزيز من مشتة ولاد منصور بلدية مقرى ولاية المسيلة. كنت نعالج عند ثلاث أطباء، زوج طبيبات وطب اختصاصي. كانوا عندي توأم، ومن بعد رحت للعيادة تاع عين مان بالحرش، رحت ندير في العملية. درت عندهم زوج راديوات، قالوا لي بلي عندك توأم، واحد مسقم واحد متعرض، لازم عملية ايرجو. ومن بعد كي داروا لي العملية عطاوني واحد وواحد مكانش، وكل الأدلة تاعي تثبت بلي عندي توأم. بداو يصبروا فيا، كي عدت نبكي هكذا كنت في حالة غثيان وتعبانة بزاف، بداو يصبروا فيا. مدام واحد يسر عليك وبالبركة عليك وسلامة راسك وهكا. ومن بعد أنايا ما صدقتهمش واش راهم يحكيو لي، باسكو أنا أم حسيتهم جبدوهم لي في زوج وليداتي، كنت هزتهم 9 أشهر. سمعت زعتين وسمعتهم يزقوا قدامي، واللي شفتو بعد ما عطاوه لي. أنايا كي خلصت العملية وجيت جاتني القابلة، كي جاتني قابلة هبطت ليا، قالت لي شامية، لقاتني نبكي فما تعبانة، قالت لي شامية كيفاه راح نبداها لباباك. قلت لها يعني كيفاه وراه وليدي، قالت لي كيفاه نبداها لباباك، عيطي له قول له بلي رانا لقينا قا واحد بارك. قالت لي انا راني كي درت لك الراديو شفت زوج، انت يا القابلة في عيادة بالحرج درتي لي الراديو قلتي لي زوج، ومن بعد جيتيني وقلتي لي راني شفت زوج الثاني وراه. ومن بعد بديتي تصبري فيا، كي عدت نقول لك وين هو وليدي وعدت نبكي قلتي لي ما ماكيش قادره على الكوش والحليب. خلي خلق ربي ما يضيعوا العبد، خلي يشرب كاس تاع الماء يقول الحمد لله. النداء تاعي لك بين الرئيس الجمهوريه، انت هو اللي تتحرك تشوف حالتي، تشوف الام، شوف الام الجزائريه كيف راهم يطعنوا فيها. كي ما تجيبليش انت حقي شكون راح يجيب لي حقي؟ انا ما نقدرش نجيب حقي، واحد يجيبوني انت. راه الامن تاع عين مان خجيت بلقت عندكم، خل الأدلة كل تثبت باللي عارف في كرشي زوج. بلا الأدلة أنا حاسة أم عندي زوج في كرشي يتحركوا لي، ناس فيهم وقت يتحركوا، ناس فيهم وقت كي نحس روحي تعبانة نقول الحمد لله يا ربي على النعمة اللي عطاها لي. مربي رجعوا لي عبيدة، راني كل صباح يطلع لي نهار نقول عبيدة وينو، معتز قدامي عبيدة ما كانش. يهديكم ربي. أنا الزوج هذه الإمرأة والأب هذا أب عبيدة بن الجراح، الولد المسروق من عيادة بن سينا عيادة أطباء جراحين. هذه اللي عندها 4 أشهر ما سمعت والو والو، ما خبروني لا كيفاه لا علاه لا والو، ما كان والو. 4 أشهر أنا استنيت، اليوم قدوة اليوم قدوة اليوم قدوة، معليش اليوم قدوة اليوم قدوة، لحقت 4 أشهر. جي في الدار وقعد حتى نعيط لك، عيطت في العدالة 4 أشهر نستنى في العدالة، عيط لي اليوم نتحركت في الصحافة. هذا مش سكن، هذا مش سكن، هذا مش سيارة ولا أموال، راحت لي والله عقار والله، هذا راه بني.